الأحد إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث البحر الأعظم. ومن المقرر أن تستكمل اليوم المحكمة الاستماع للشهود بحسب موقع أصوات المصرية الذي أشار إلى أن أحداث القضية تعود إلى 15 يوليو 2013 عقب إعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. نتيجة التفاصيل زورا وصف.